عندنا مباراة تانية أعتقد يوم الخميس القادم أمام المقاولين العرب، دي هيبقى فيها أعتقد نواحي فنية وأمور فنية هتبقى خاصة بموسيماني بس، يعني ممكن المباراة القادمة لن يتم إذاعتها، يعني لسه هو بنشوف، ولكن إذا كان موسيماني عايز يقفل على المجموعة اللي هيلعب بيها فأعتقد إن إحنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين إحنا دايما دايما إحنا في ظهر النادي، هنذيع المباراة نذيع المباراة، مش هنذيع نظرا لأمور فنية يبقى مش هنذيع المباراة نظرا لأن موسيماني ممكن يكون عايز يعمل حاجات ثابتة مش عايزها تطلع بره، مش عايز حد يشوفها، أمور كثيرة جدا جدا. من حق طبعا بيتسو موسيماني أن يقرر ماذا يريد إن شاء الله يوم الخميس القادم.